حياكم الله مشاهدينا الكرام. هذا هو خديجة ومحمد، هما الأمل المهرب من السجون، وهما طفلي الأسير إسلام حامد المعتقل منذ العام 2015 في سجون الاحتلال. ويعني خديجة ومحمد جاءوا عبر النطف المهربة. نتحدث مع والدتهم أولا. الحمد لله سلامتك. إن شاء الله يسلمك يا رب يرضى عنك. يعني بعد خطاب قررتوا أنه تجيبوا عبر النطف المهربة؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا وقدرنا نجيب سفراء الحرية. إن شاء الله يا رب يطلع من الصالحين، حفظت كتاب الله عز وجل. وإحنا وأبوهم كتير مبسوطين الحمد لله. هالتحدي للإحتلال إنه الشعب الفلسطيني ما بتنازل عن حقه، حتى يعني بالأطفال، يعني بإنجاب الأطفال، حتى لو غيبوا أجساد أزواجنا في السجون، يعني إحنا بنقدر نتحدى بأي طريقة. الحمد لله رب العالمين، الله رزقني بطفلين محمد وخديجة. إن شاء الله ربنا يفك أسر والدهم ويربيهم وينبسط فيهم إن شاء الله. هلا الاحتلال بسمح لهم بعد أي عمر يزوروا والدهم؟ والله يعني حسب تجربة الناس بعد 3 سنوات تقريبا، وحتى مرات ما بيعترفوا إنه هدول أولادك. بطلبوا يعني تحديد. نعم، يعني في مرة زرنا مع واحدة منعوا الطفل يفوت لأنه هذا كيف إجا ما بقدر يزور، فرجعوه. يعني هم التاني فحص أبوه لل بالضبط. حتى بعد 3 سنوات بس هم ما يعني ما فشرت عينهم زي ما بنحكي احنا الشعب الفلسطيني، نتحداهم بأي طريقة، يعني حتى لو إنه الأب مش رح يشوف ابنه عن طريق الصور، عن طريق الهاد. وبعدين السجن ما رح يتسكر، إن شاء الله رح يطلع ويشوفهم ويربيهم وينبسط فيهم إن شاء الله. إن شاء الله. ما بدنا نتعب كتير، بدنا نحكي مع خطاب. خطاب، مبسوط إجاك إخوة اثنين؟ إن شاء الله. أنت كيف لما ماما خلفتهم كيف كنت تستنى فيهم كمان؟ الحمد لله كنت مبسوط كتير إنه يصير عندي إخوة. الحمد لله، إن شاء الله يا رب يطلع بالسلامة. إمتى زرت آخر مرة بابا؟ يعني قبل سنة وهيك، أول سنتين زمان يعني. من 2019 خطب مش شايف أبوه لأنه صار في كورونا، منعوا الأطفال من إنه يزوروا أهليهم، ولحد الآن خطب ما بزور أبوه. يعني إن شاء الله إنه هو بيطلع وبيتربوا بعزكم ودلالكم. يعني نتحدث مع شقيق إسلام حامد. ألف مبارك إن شاء الله الأطفال، الحمد لله سلامتهم. الله يسلمك ويرضى عنك، بارك الله فيكم إن شاء الله. نعم، حياكم الله. يعني إسلام حامد في السجن ويرزق بطفلين. يعني إسلام منذ صغره وهو يحب روح التحدي والإصرار والمعاندة. والصحيح هذان الطفلان نطفة اجتازت نفق الحرية رغما عن السجان ورغما عن الظلم ورغما عن الطغيان، من أجل شق شعاع النور إن شاء الله، بداية لنصر وتحرير مبين وزوال لهذا الاحتلال الظالم الطاغي الباغي. وبالتالي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتربيا وشقيقهم في بيت عز وجود وكرم، وأن يحرر الله والدهم بنصر مبين إن شاء الله وعظيم. ووالدهم يعني يحيي جميع من فرحوا وابتهجوا بهذه البهجة وهذه الطريقة في إنجاب هذين الطفلين الأسدين إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره عاجلا غير آجل، هو وجميع الأسرى بإذن الله إن شاء الله الحرية القريبة. أيضا والد نعم، يعني فقط ألف مبارك إن شاء الله. ألف مبارك إن شاء الله. الله يرضى عليك، الحمد لله رب العالمين. هذا من فضل الله علينا، الحمد لله رب العالمين. ولكن هذه حياتنا، بدنا نعيش، شو بدنا نسوي؟ يعني خير فضل من الله، الحمد لله، الله يرضى عليكم. إن شاء الله الفرج العاجل لإسلام. يعني هذه مشاهدينا هم كما يطلق عليهم سفراء الحرية، الأمل المهرب من السجون. هذه سياسة ينتهجها الأسرى الفلسطينيون، حتى المحكومون بالمؤبدات، وينجبون أطفالا رغما عن الاحتلال، يكبرون ويزورونهم في السجون، ويعني على أمل الحرية وأن يخرج الآباء
ويربون أبنائهم بأنفسهم. خطاب الابن الأكبر لإسلام حامد وهؤلاء الطفلين محمد وخديجة هما الأمل اليوم لدى العائلة التي تنتظر إسلام حامد المعتقل منذ العام 2015 ولا يزال لم يعني يحكمه الاحتلال بسنوات محددة.